بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هناخد السكشن الثاني اونلاين، ماده رياضيات 2 الفرقه الاولى شعبه علوم الحاسب. هناخد فصل المعادلات التفاضليه غير الخطيه من الرتبه الاولى. هندرس المعادلات التفاضليه غير الخطيه والتي درجتها اعلى من الدرجه الاولى، وبذلك نجد ان المشتقه الاولى اللي هي واي داش تكون ذات درجه اعلى من الاولى، اي مرفوعه للاسس 2 او 3 او 4 وهكذا. هندرس 6 حالات للمعادلات التفاضليه غير الخطيه. اول حاله معادلات محلوله في واي داش، معادلات محلوله في اكس، معادلات محلوله في واي، معادلات على شكل اف اوف واي داش بتساوي صفر، معادله كليرو، معادله لاجرانج. وبشكل عام لحل مثل هذه الانواع من المعادلات التفاضليه فانها نضع، هنعتبر ان دي واي على دي اكس بتساوي بي، ومقلوبها دي اكس على دي واي بيساوي 1 على بي. هناخد اول حاله معادلات محلوله في واي داش، هنعتبر ان الواي داش بتساوي البي، وهي معادلات على الصوره. واي داش بتساوي اف اوف اكس، او واي داش بتساوي جي اوف واي، او واي داش بتساوي اف اوف اكس واي. مثال: اوجد الحل العام للمعادله التفاضليه بي بتساوي اكس تربيع زائد 1. عندي هنا البي في الطرف او الواي داش في طرف، وداله في اكس في الطرف الثاني، يبقى انا عندي صوره المعادله على الصوره واي داش بتساوي اف اوف اكس. لحل المعادله ديت هعتبر ان البي بتساوي دي واي على دي اكس، هشيل البي واحط مكانها دي واي على دي اكس، وهسيب الاكس تربيع زائد 1 زي ما هي. بعد كده هفصل المتغيرات، هودي الدي اكس الطرف الايمن، والدي واي هسيبها في الطرف ده لوحدها، بحيث ان الطرف الايمن كله هيكون في عباره عن دال في اكس مضروبه في الدي اكس. يبقى انا عندي اصبح الدي واي في طرف، والاكس تربيع زائد 1 دي اكس في طرف. هكامل الطرفين بعد كده، تكامل الدي واي بواي، تكامل الاكس تربيع باكس تكعيب على 3، بزود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، تكامل الواحد باكس زائد ثابت التكامل. يبقى انا عندي حل المعادله اللي على الصوره بي بتساوي اكس تربيع زائد 1، حلها على الصوره واي بتساوي اكس تكعيب على 3 زائد اكس زائد سي. مثال 2: اوجد الحل العام للمعادله التفاضليه واي داش تربيع ناقص 5 اكس واي داش زائد 6 اكس تربيع زائد بيساوي صفر. عندي المعادله ديت بتضم الاكس والواي داش الاثنين في نفس الطرف، فاحنا هنحاول نفصلهم. المعادله اللي قدام معادله من الدرجه الثانيه هحللها. الواي داش تربيع تعتبر واي داش في واي داش، 6 اكس تربيع عباره عن 2 اكس في 3 اكس، اشاره الحد الاخير موجب، يبقى الاثنين نصف الاوسط سالب، يبقى القوس ده سالب والقوس ده سالب. هاخد القوس الاولاني اساويه بالصفر، هينتج عنه واي داش بتساوي 2 اكس. هاخد القوس الثاني واساويه بالصفر، هينتج واي داش بتساوي 3 اكس. عندي الواي داش هشيلها واحط مكانها دي واي على دي اكس، وبعد كده هفصل المتغيرات، هسيب الدي واي في طرف، والطرف الثاني هيبقى عباره عن 2 اكس في الدي اكس. بعد كده هكامل الطرفين، تكامل الدي واي بواي، تكامل 2 اكس هيديني اكس تربيع زائد ثابت التكامل. نفس الكلام، هشيل هنا الواي واحط مكانها دي واي على دي اكس، وبعد كده هفصل المتغيرات، هيديني دي واي في طرف و3 اكس دي اكس في طرف، وهكامل الطرفين، تكامل دي واي بواي، تكامل 3 اكس 3 على 2 اكس تربيع زائد الثابت. عندي هنا حلين للمعادله هسويهم بالصفر، هخلي الاكس تربيع عند الواي في نفس الطرف، وكذلك السي، اصبح الواي ناقص الاكس تربيع ناقص سي بتساوي صفر. والمعادله الثانيه يبقى الواي هجيب لها سالب 3 على 2 اكس تربيع وكذلك السي واسويها بالصفر، يبقى انا عندي واي ناقص 3 على 2 اكس تربيع ناقص سي. يبقى انا عندي حلين للمعادله هضربهم في بعض واسويهم بصفر. يبقى اذا الحل العام يعطي الصوره واي ناقص اكس تربيع ناقص سي في واي ناقص 3 على 2 اكس تربيع ناقص سي بتساوي صفر. مثال 3: اوجد الحل العام للمعادله التفاضليه بي تربيع ناقص اكس زائد اي اس اكس مضروب في البي زائد اكس اي اس اكس بتساوي صفر. هحاول ان انا احلل المعادله وافصل البي في طرف والاكس في طرف. يبقى بحل هذه المعادله باعتبارها معادله من الدرجه الثانيه. في واي داش نجد ان بي اكس في بي ناقص اي اس اكس بيساوي صفر. هساوي القوس الاولاني بصفر هيديني البي بتساوي اكس، والقوس الثاني هساويه بصفر يبقى البي بتساوي اي اس اكس. هشيل البي واحط مكانها دي واي على دي اكس، يبقى دي واي على دي اكس بتساوي اكس. هفصل المتغيرات، هيديني دي واي في طرف واكس دي اكس في طرف. هكامل الطرفين، تكامل دي واي بواي، تكامل الاكس بنص اكس تربيع زائد الثابت. كذلك بالنسبه للمعادله الثانيه، هشيل البي واحط مكانها دي واي على دي اكس، نزلت الاي اس اكس. بعد كده هفصل المتغيرات، هيديني دي واي في طرف تكاملها بواي، وهيديني اي اس اكس في طرف تكاملها بالاي اس اكس زائد الثابت. اصبح عندي حلين المعادله،
او جاي اسويهم بالصفر، يبقى واي ناقص اتنين زائد ناقص نص اكس تربيع ناقص سي بتساوي صفر، وكذلك واي ناقص اي اس اكس ناقص سي بتساوي صفر. هضرب المعادلتين في بعض واسويهم بالصفر. تاني حالة، معادلات محلولة في اكس، هي معادلات على الصورة. واي بتساوي بساي اوف بي، والبي عندي دي واي على دي اكس. بتفاضل الطرفين هوصل ان حل المعادلة اللي على الصورة اكس بتساوي بساي بي، حلها على الصورة واي بتساوي تكامل واحد على بي بساي داش بي دي بي زائد استعد. مثال، اوجد الحل العام للمعادلة اكس بتساوي بي تكعيب ناقص 4 بي زائد 5، مع اعتبار ان دي بتساوي دي واي على دي اكس. بقى هجامل، هفاضل الطرفين الاول، هفاضل الطرفين بالنسبة لواي، ومع وضع دي اكس على دي واي بتساوي واحد على البي. لما فاضل الاكس يبقى دي اكس على دي واي، وهشيلها واحط مكانها واحد على بي. البي تكعيب تفاضلها بتلاتة بي تربيع، سالب 4 بي تفاضلها باربعة، والخمسة تفاضلها بصفر، وانا فضلت الطرف ده بالنسبة للواي، يبقى دي بي على دي واي. بعد كده انا عندي عايز افصل المتغيرات، هجيب الدي واي في الطرف الايسر لوحدها، والبي هضربها في القوس هوديها في الطرف الايمن، هيديني دي واي بتساوي 3 بي اس 3 ناقص 4 بي دي بي. هكامل الطرفين، تكامل دي واي بواي، تكامل 3 بي اس 3 ب 3 على 4 بي اس 4، تكامل سالب 4 بي ب 2 بي تربيع زائد اس ثابت. يبقى انا حل المعادله هيبقى على الصوره واي بتساوي 3 على 4 بي اس 4 ناقص 2 بي تربيع زائد اس ثابت. مثال، عين الحل العام للمعادلة التفاضلية اكس بتساوي بي اس 5 لين بي ناقص 3 بي تربيع زائد 1، والبي دي واي على دي اكس. هفاضل الطرفين بالنسبة لواي، مع وضع دي اكس على دي واي بتساوي 1 على البي. الاكس هفاضلها بالنسبة لواي، يبقى دي دي اكس على دي واي، واشيلها واحط مكانها 1 على البي، هيساوي ده لما فاضل المقدار ده، وعبارة عن حاصل ضرب دالتين، فتفاضل التانية في الأولى زائد التفاضل الأولى في التانية، هيديني بي أس 5 في 1 زائد بي زائد 5 بي أس 4 لين بي، سالب 3 بي تربيع تفاضلها بسالب 6 بي، والواحد تفاضله بصفر، وأنا فاضلت الطرف ده اللي هو بي على فاضلته بالنسبة للواي. بعد كده نفس المتغيرات، دي واي في طرف هضرب البي في القوس، بي أس 5 زائد 5 بي أس 5 لين بي ناقص 6 بي تربيع دي بي. هكامل الطرفين، تكامل دي واي بواي، تكامل بي أس 5 واحد على 6 بي أس 6. لما اجي اكمل المقدار ده، عبارة عن حاصل ضرب دالتين، فمش هعرف اجيب التكامل مباشرة، فانا هسيبه ليه خطوة تانية هجيب في التكامل بتاعها بالتجزيم. يبقى انا عندي سبت تكامل البي أس 5 لين بي دي بي، اما تكامل السالب 6 بي تربيع اعرف اكمله، هيديني سالب 2 بي أس 3 زائد الثابت. هاخد المقدار ده واجيب التكامل بتاعه بالتجزيء، يبقى باستخدام التكامل بالتجزيء زي ما اخدنا في الترم اللي فات. لو انا عندي حاصل ضرب دالتين جوه التكامل، مش هعرف اجيب التكامل ليهم مباشره، فانا هستخدم تكامل بالتجزيء. هاخد داله باليو والتانيه بدي واحده بالدي في واحده باليو، اليو هعمل لها تفاضل والدي في هعمل لها تكامل، وهيكون ناتج التكامل بالتجزيء اليو في الفي ناقص تكامل الفي في الديو. هيصبح عندي الحل على الصورة واي بتساوي سدس بي أس 6 زي ما هي زائد 5. عندي ناتج التكامل ده هيطلع بواحد على 6 بي أس 6 لين بي ناقص واحد على 6 تكامل بي أس 6 في واحد على بي دي بي. عندي البي أس 6 ممكن اختصرها مع بي في المقام، هيديني هنا بي أس 5. بعد كده هننزل السدس بي أس 6 زي ما هي، الخمسة هضربها في القوس، هيديني 5 على 6 بي أس 6 لين بي ناقص 5 على 36 بي أس 6 ناقص 3 بي أس 3 زائد استاد. وهو ده الحل العام للمعادلة. يبقى الحل في الصورة البرامترية اللي هو المقدار الواي ده، هو ده الحل العام. بعد كده مع معادلات محلولة في واي، هتكون على الصورة واي بتساوي فاي اوف بي، والبي عندي بدي واي على دي اكس. ولإيجاد الحل العام، فإننا هنفاضل طرفي المعادلة بالنسبة لإكس، هفاضل طرفي المعادلة بالنسبة لإكس، هوصل لإن الحل العام هيكون على الصورة اكس بتساوي تكامل واحد على بي فاي أس فاي داش اوف بي دي بي زائد الثابت. مثال، أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية واي بتساوي بي تكعيب ناقص بي ناقص 4، مع اعتبار ان البي بتساوي دي واي على دي اكس. هفاضل الطرفين بالنسبة للاكس، وهيظهر عندي دي واي على دي اكس، هشيلها واحط مكانها البي.
يبقى تفاضل الواي بالنسبة للإكس هشيله وحط مكانه البي، تفاضل بي أس تلاتة، تلاتة بي تربيع، تفاضل سالب اتنين بي سالب بي تربيع هيديني سالب اتنين، تفاضل أربعة بصفر، وأنا فضلت الطرف ده بالنسبة للإكس. عندي هنا بي وعندي في الطرف الأيمن برضو بي، هعرف إن أنا اختصرها هقسم المعادلة كلها على البي، هيديني واحد بتساوي تلاتة بي ناقص اتنين دي بي على تي اكس. هفصل المتغيرات، هيديني دي اكس في طرف، تلاتة بي ناقص اتنين دي بي في الطرف التاني. بعد كده هكامل تكامل الدي اكس بتلاتة بإكس، تكامل تلاتة بي بتلاتة على اتنين بي تربيع، تكامل سالب اتنين بسالب بي زائد سالب التكامل. يبقى حل المعادلة اللي على الصورة واي بتساوي بي تكعيب ناقص بي تربيع ناقص أربعة، حلها على الصورة واكس بتساوي تلاتة على اتنين بي تربيع ناقص اتنين بي زائد الثابت. مثال: أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية واي بتساوي بي تربيع اي أس بي ناقص تلاتة بي زائد خمسة، والبي عندي بدي واي على دي اكس. بتفاضل طرفي المعادلة بالنسبة لإكس نحصل على الدي واي على دي اكس، هحط مكانها البي. إيه عندي هنا؟ ده حاصل ضرب دالتين، يبقى مشتقة التانية في الأولى زائد مشتقة الأولى في التانية هيديني بي تربيع اي اس بي زائد اتنين بي اي اس بي سالب تلاتة بي مشتقتها بسالب تلاتة، وانا فضلت الطرف ده بالنسبة للاكس. هفصل المتغيرات، هيديني دي اكس في طرف والبي اي اس بي زائد اتنين بي اتنين اي اس بي في دي بي ناقص تلاتة لين بي زائد الثابت في الطرف التاني. هكامل الطرفين، تكامل دي اكس بالاكس، تكامل البي اي اس بي مش هينفع اجيبه مباشرة بسبب ان هو حصل ضرب دالتين، فاحنا هنستخدم برضو طريقة التكامل بالتجزئة. اما تكامل اتنين اي اس بي هينزل اتنين اي اس بي زي ما هي، وسالب تلاتة لين بي سالب تلاتة لين بي زائد الثابت. بعد كده هوصل ان الاكس بتساوي بي اي اس بي ناقص اي اس بي زائد اتنين اي اس بي ناقص تلاتة لين بي زائد الثابت. وبالتالي فان الحل العام يعطى على الصورة البارامترية اكس بتساوي بي زائد واحد اي اس بي، هناخد من هنا اي اس بي عامل مشترك ماشي، هيبقى لي جوه القوس بي زائد واحد ناقص تلاتة لين بي نزل زي ما هي زائد الثابت. رابعا، معادلات محلولة اللي هي معادلات على الصورة اف او بي بتساوي صفر، البي بتساوي دي واي على دي اكس، حيث الاف او بي كثيرة حدود في بي، يعني ده اللي كثيرة حدود في بي. فانا عندي هوصل في الاخر ان انا وانا بحل هضع بس من البي، هشيل بي واحط مكانها واي ناقص تي على اكس. يبقى الحل العام للمعادلة اف اوف بي بتساوي صفر ينتج بوضع الواي ناقص تي على اكس بدلا من بي. أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية ب تكعيب زائد ب تربيع زائد ب زائد واحد بيساوي صفر، يبقى دي كثيرة حدود في البي وهنساوي عندنا بتساوي صفر، فأنا هشيل البي وأحط مكانها دي واي على دي اكس. يبقى أنا عندي هنا هعتبر إن البي بتساوي واي ناقص سي على الاكس، هشيل كل بي وأحط مكانها واي ناقص سي على الاكس. مثال: عين حل المعادلة التفاضلية ب تربيع ناقص تسعة ب أس ستة زائد تلاتة ب زائد واحد بتساوي صفر، برضه هشيل البي وأحط مكانها الواي ناقص سي على الإكس، شلتها وحطيت مكانها واي ناقص سي على الإكس، وكذلك مرقوص. يبقى أنا عندي الخلاصة في المسائل اللي احنا أخدناها، الاتنين اللي أخدناهم دلوقتي، ان الحل العام للمعادلة اللي على الصورة f of b بتساوي صفر، هشيل ال b واحط مكانها ال y ناقص c على x. معادلة كليرو، هنشيل f ونحط مكانها ال c، يبقى معادلة كليرو هي معادلة على الصورة y بتساوي x b زائد f of b وال b بتساوي دي y على دي x. مثال: الحل العام للمعادلة كليرو التفاضلية هو عندي الواي بتساوي اكس في السي زائد الاف اوف سي، والسي ده زي اي ثابت اختياري. واحنا ممكن نثبت ان الحل العام للمعادله اللي على الصوره دي هيطلع واي بتساوي اكس سي زائد اف اوف سي، وذلك بتفاضل طرفي معادله كيلو بالنسبه لاكس، هيديني بي بتساوي اكس دي بي على دي اكس زائد بي زائد اف داش بي دي بي على دي اكس. عندي دي بي على دي اكس هاخدها عامل مشترك، هيديني هو القوس اكس زائد اف اوف داش بي هيساويها بالصفر. انا عندي المعادله دي بتساوي صفر، فهيكون يا اما دي بي على دي اكس بتساوي صفر او القوس بيساوي صفر.
وبالتالي هينتج عن دي بي على دي اكس بالبي هتساوي ثابت لما اكملها، وكذلك الناحية التانية هيبقى الاكس بتساوي سالب اف اوف داش بي. مثال اوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية واي بتساوي اكس بي زائد بي تربيع اي اس بي زائد واحد، هي بس ممسوحة، انا عندي هشيل بس كل بي واحط مكانها اس اي، فهيديني واي بتساوي اكس سي زائد سي تربيع اي اس سي زائد واحد. مثال عين الحل العام للمعادلة التفاضلية واي بتساوي اكس دي واي على دي اكس زائد اي دي واي على دي اكس، هعتبر ان دي واي على دي اكس بتساوي البي، فهشيلها من هنا واحط مكانها بي، وهشيلها هنا واحط مكانها بي، وبالتالي يمكن كتابة المعادلة على الصورة واي بتساوي اكس بي زائد اي اس بي، وهي معادلة كلير، وهيكون حلها ان انا اشيل بي واحط مكانها سي. معادلة لاجرانج، معادلة لاجرانج تأخذ الصورة واي بتساوي اكس اف اوف بي زائد جي اوف بي، والبي عندي بدي واي على دي اكس، ولإيجاد الحل العام للمعادلة فإننا نقوم بتفاضل طرفي المعادلة بالنسبة لإكس مع وضع البي بتساوي دي واي على دي اكس، فإننا نجد أن معادلة لاجرانج تتحول إلى معادلة خطية في الإكس والبي والتي يمكن حلها كما سبق. وفي النهاية سنجد أن الحل العام لمعادلة لاجرانج يعطى على الصورة البارامترية في البارامتر بي. مثال اوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الواي بتساوي اكس اوف بي اف اوف بي زائد الجي اوف بي، اللي هي صورة معادلة لاجرانج بتفاضل طرفي المعادلة بالنسبة للاكس، نجد ان البي بتساوي اكس اف اوف داش بي دي بي على دي اكس زائد اف اوف بي زائد جي داش اوف بي دي بي على دي اكس، هناخد الدي بي عامل مشترك مضطرب هيديني هنا دي بي على دي اكس، افتح قوس اكس اف اوف داش بي زائد جي اوف داش بي، وهنودي اف اوف بي الطرف التاني بعكس الاشارة، هيديني هنا البي ناقص اف اوف بي والطرف التاني دي بي على دي اكس في البوز. بعد كده انا هقلب المعادلة بحيث ان يكون في البسط دي بي على دي اكس، يبقى انا ده هقلبه يبقى كسر واحد على بي ناقص اف اوف بي، وده هقلبه يبقى كسر واحد على اكس اف داش اوف بي زائد جي داش داش اوف بي. هسيب الدي اكس على دي بي في طرف، وهقسم ده هوديه الناحية التانية مقسوم، هيصبح عندي دي اكس على دي بي بتساوي اكس اف اوف داش بي زائد جي اوف داش بي على بي ناقص اف اوف بي. بعد كده هقسم الكسر ده، هقسمه نصين، هقسم ال x f of dash على b ناقص f of b ده كسر لوحده زائد g dash of b على b ناقص f of b ده الكسر التاني، يبقى نفس الكسر، وهو دي الناحية التانية بعكس الإشارة هيديني دي x على دي b ناقص f of dash b على b ناقص f of b x هيساوي g dash of b على b ناقص f of b. هوصل ان دي اكس على دي بي زائد اف واحد بي في اكس بتساوي اف اتنين بي، يبقى اعتبر ان دي الدالة التانية ودي الدالة الاولى، هسويها يبقى انا عندي اف اوف داش بي هتساوي اف اوف داش بي على بي ناقص اف اوف بي، والدالة التانية اف اتنين بي هتساوي جي داش اوف بي على بي ناقص اف اوف بي. والمعادلة اللي هي المعادلة اللي عندي علمنا عليها معادلة خطية في المتغير x، ويمكن الحصول عليها بالحل العام كدالة في b، أي أن الحل العام لمعادلة لاجرانج يكون على الصورة البارامترية x دالة في b والy x في ال f اللي هي دالة في b زائد g اللي هي دالة في b. واحنا محتاجين نعرف نحفظ الإثبات ده ونعرف ازاي نوصل للحل العام لمعادلة لاجرانج.